جماعة والله يا جدة ونيسة، يعني خصوصا إذا تعرف ناس يعني من أهل جدة وأصدقائك كذا تعيش معهم البساطة وسعة الصدر كذا عايشين يومهم، ومهما كان المستوى يعني في فيهم بساطة. يعني تلقى واحد مع 2 مليار وراكب بنتلي وطاقية بيض ورافعها كذا راح يشتري فول. عندنا في الرياض نفس المستوى، الفول اللي قطع بصل واحد واللي قطع طماط واحد، في سعة صدر هنا يعني بساطة. دائما البساطة متعلقة بال أو السعادة متعلقة بالبساطة، يعني مثل مصر شوم ونيسة وسويسرا فيها ضيقة صدر مع إنها بنوك ومجوهرات وساعات. يعني شوف يعني مثلا اللي بيعلق على القبعة كلهم الرياض، لكن حق جدة يقولوا يا واد حلوة دي، في منها أزرق ما يقول شيء. يعني أنا أعرف واحد من العيال مع البورد الأمريكي في تكسير مجاديف هو بيدخل الحين أول واحد، اول شيء بيكتبه على سماشر تبي شايف الحادث، وما بيقول خف علينا كذا. هنا اقل مناقيد يستانسون هنا، يعني ما يعطونك وجه. يعني تنقد على واحد ما يعطي، يعني تقول يا اخي وراك، يقول لك يا ابوي سيبه يعيش، خليك تسكت انت صدق، خليه ايش دخلك انت فيه. بس عيب يا شيخ، ما يعني كبير يا ابوي. امس واحد من العيال جاينا في كافي لابسين شماغ، قلت وراه قال يا ابويا ما ادري عنكم انتم يحقون الرياض، يعني زمل منه عرفت عادي. يعني ايش اسوي، استحيت انا. بعدين ما يحبوا الرسميات كذا، بدي ادخل معك بسرعه. امس جلس معنا واحد قال يا ابوي شفت مقطع الكريم بعان حقك، والله ضحكت عليه. كريم بعان؟ وش كريم بعانه؟ قلت دور طلع القراشية يعني كريم بعان. وقال بكرة النهاري، قلت لحظة دقيقة بكرة النهاري دي حلوة وشي. قال بكرة النهاري يعني مو بتجيني بعدين تقول لي كذا، يعني ترى أنا علمتك يعني مو بكرة النهاري تقول لي جهزت لي بكرة النهاري كريم بعان.